بسم الله. دلوقتي ممكن تكون عملت الموديل على الريفت مظبوط ومفيش اي مشاكل خالص. عايز بقى الراجل اللي هو في الموقع يشوف نفس التعديلات كل ما تعدل حاجه تظهر عنده، بحيث ان الشغل موجود اونلاين، بحيث ممكن انت الشغل اي واحد يراجعه من على الانترنت حتى لو هو ما عندهوش ريفت او اوتوكاد او نفس وركس. الاداه موجوده عن في كل البرامج بتاعت الديسك من قائمه ادنس، بلاقيها اوتوماتيك مش بروح اسطبها، هي اوتوماتيك بقت تنزل في الاصدارات الحديثه بيم 360 جلو. تمام، لما بدوس عليها بيبدا يرفع لي الموديل دوت على الكلاود بتاعت الانترنت. تمام، بقول له اد فيو، بيقول لي ايه الفيوهات اللي انت عايز تحطها في المشروع بتاعك. تمام، يعني انا ممكن ارفع 3D وممكن ارفع اي دور من الادوار، يعني مش لازم ارفع المشروع كله، ممكن انا اختار الفيوهات اللي انا عايز اناقشها مع واحد تاني في مكان تاني. تمام، يعني ممكن يكون في مشكله معينه فانا اقول له الديتيل مثلا ديت عايزك تبص عليها. تمام، اقول له اوكي، فهيبدا يرفعها. دي الاسم بتاعها، عايز ترفعها دي دبليو اف ولا ان دبليو سي، عايز تحطها في اني فولدر. تمام، هل هي جديده ولا كانت قديمه او اتعمل لها ابديت، فبقول له جلو ات. بيبدا يرفع الشغل دوت على الانترنت. طيب تعالى نبص كده، ده مثلا اوتوديسك بيم 360 جلو، ده متصفح عادي كروم، جوجل كروم. تعالى نفتح موديل مثلا الاستراكشر، ده مشروع تاني، اساس النت بطيء لسه بيرفع. هو بقى بيعمل له لودنج استراكشر دوت دي دبليو اف، فابدا اشوف الموديل اهوت. تمام، اقدر احركه عادي من على الانترنت كده بفرض ان انا موجود في الموقع. تمام، وحتى لو انا ما عنديش انترنت، في ان الملف ده يفضل متحمل على الايباد بتاعي بحيث ان انا ما احتاجش اتوصل على النت، يعني مجرد ان انا بحمله على الايباد وافصل النت واشتغل بيه عادي وامشي في الموقع عادي لو انا في الصحراء ما فيش انترنت. تمام، طيب تعالى نبص هنا، ده لو انا عايز اعمل سيلكت على عناصر، لو انا عايز اعمل اقيس حاجه. تمام، فاقول له مثلا عايز اقيس الارتفاع دوت من هنا لهنا قد ايه. تمام، فبيجيب لي بالفيت وبالانش. طيب لو انا عايز اقيس بين حاجتين يبقى هعلم اول واحده وادوس كنترول واعلم الثانيه، هيجيب لي المسافه بينهم. لو انا عايز اعرف المساحه من حاجه معينه، تمام، هيجيب لي المساحه دي. لو انا عايز اعرف الزاويه، تمام، ممكن اقول له سيفالي كمارك اب. بعد كده المارك اب دي ابعتها للناس اللي شغاله معايا في الموقع. تمام، الخصائص لو انا عملت سيلكت على حاجه بيبدا يجيب لي الخصائص بتاعتها، يبقى انا موجود في الموقع او موجود على النت وما عنديش اصلا البرنامج بس شايف خصائص كل العناصر، فبقى الموضوع اكتف، ما بقاش زي الاول ملف بطبع حاجه ورقه ثابته وببعتها له. تمام، هنا ايميلات او تنبيهات، لو انت في حاجه معينه بعتها لحد او حد بعت لك حاجه رسائل. هنا ببدا اشوف بعض الفيوهات. تمام، لو احنا مسافين حاجه مارك اب، لو انت عايز تحط بقى اي ملحوظات معينه مثلا عايز تكتب حاجه هنا. تمام، او عايز تبدا ترسم حاجه. تمام، ده كده ببساطة، وهنشوف ان شاء الله ازاي نشتغل بقوة اكتر على الايباد.